السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة قبل ما أبدأ، إيه رأيكم في الجمال ده؟ إيه رأيكم في العسل ده؟ شوف الصباح ده، الصباح ده يستاهل كام لايك بالذمة كده؟ يستاهل كام لايك؟ أجمل لايك، أجمل لايك لرحيل. أهي رحيل، رحيل بص جمال يا ناس، بص الجمال. يا صباح الفل على رحيل، يا صباح الفل على عيونكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لي ايه، هديه من اختي. انا لسه طبعا ما فتحتهاش، هنشوفها مع بعض. بس اهي الكرتونه، وايه وشكل الكرتونه اهي جميل، هنفتحها مع بعض. تعالي يا رحيل حبيبه قلب رحيل، بصي رحيل ايه الجمال ده يا ناس، ايه العسل ده، ايه الوش الجميل ده. يا صباح الفل على جمالك يا رحيل. على فكره رحيل هتجيب لي بقى جمال جدا جدا جدا. ايه يا رحيل يلا عشان نبدا. اوعي رحوله رحيل جميل، اوعي يا رحيل. يلا امسكي، امسك مع خالته، امسك مع خالته، امسك مع خالته. خلاص بلاش بلاش نفتح اهي، يلا عشان نفتح هنوري المشاهدين حبايبك. يلا بلاش بلاش، خلاص ما تزعلش، خلاص خلاص خلاص، بلاش بلاش بلاش. يلا رحيل نفتح، يلا حيلة اوعى عشان نفتح. الله اهي يا حبيبي بنفتح مع بعض اهي. اول حاجة طاسة اهي يا حبيبي، فتحتها ايه طبعا عارفين الطاسة بتاعتي دي احسن طبعا اهي. ديت اهي، انا مش عارفة طبعا سعر ايه عشان اقول لكم، بس يعني بصوا المنظر اهي، هرصها لكم على الارض دلوقتي وهتشوفوها. انا طبعا مش عارفه اسعار عشان اقول لكم والله، بس انا هحاول ايه، هتشوفوا النوع بتاعه وانت هتحكمها وتعرفوا اهي. يعني هي بتبقى هو بصراحه جميل جدا، ويعني طقم تحفه تحفه تحفه. ودي الحله اهي اهي، اهي يا حبيبي برضو الطقم اهو. دي الصغيرة مقاس اصغر اهي، دي اصغر منها اهي، نفس الخامة اهي. على فكرة يا جماعة والله تقيل وشكله جميل جدا جدا اهي. دي اصغر، هما باني اربع حلل، دي اكبر واحدة اهي. يعني تاخد ايه دي يا جماعه، فرختين، هتاخد فرختين دي على فكره ايه. وادي الصينيه بتاعتنا، طقم فيه صينيه على فكره، ده طقم اول طقم ينزل اشوف فيه صواني كده اهي. دي غير الطاسه ايه، دي بالغطيان. ايه رحيل بتعيط ليه؟ طب خلاص ما تزعلش اهي. دي غطا ايه؟ دي غطا، دي شكلها دي بتاعت دي اهي، دي بتاعت دي اهي. ودي كده اهو، دي التانية اهي يا جماعة. ودي الطاسة اهي، الطاسة اهي شكلها كبير برضو، مش صغيرة على فكرة والله، هي كبيرة بس انا مش عارفة المقاس قد ايه، هي بتبقى مكتوبة هنا بيني اهو، مش عارفة 200 دي مقاسها ولا. انتوا عارفين انا طبعا اول مرة اجيب حاجة زي دي، ان مقاس 28 اهي، بس مش عارفة ايه رايكم في الطقم بتاعي. اختي بقى جايبه هديه اهو، اهو هو اربع حلل وصينيه والطاسه يعني.
ايه رأيكم بقى في الهدية بتاعتي اللي جاية لي كده لسه اهو على الصبح؟ بنقول وش مين الحلو ووش مشاهدين الجمال. وايه رأيكم في رهف رحيل؟ بندلها نقول لها رهف عشان ما اطولش الفيديو عليكم يا حبايبي. صباح الفل عليكم. اجيب لكم رحيل تبصوا؟ ماشي هاتي رحيل. محدش قال له ايه رايي في الطقم بتاع الحلو. ايه رحيل؟ ايه رحيل؟ رحيل حبيبي ارقص. هترقص؟ يلا ارقص يا حيله. بيعيط؟ خلاص يا عم ما تزعلش يا عم جميل. يا عم بيعيط؟ خلاص يا عم ما تزعلش يا عم. خلاص خلاص. خد خد اهي خد اهي خد 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 اهي 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 يا حيل اهي اهي خد اهي جميله اهي اهي خد 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 ايه عايزه التليفون؟ خد خد اهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.